كرة انتهى عندنا انتخابات مجالس المحافظات، يعني قربت. الأهالي راح ينتخبون أيضا في ظل هذا الإهمال، وأنت جنابك قلت يعني المعقوبة لازم مفروض تكون من أفضل المناطق والمحافظات أيضا، وقضاءها وقضاء ديالة، مركز ديالة عفوا. والله كلامنا موجه إلى الجماهير. اليوم الجماهير سئموا من الوعود، سئموا من الأكاذيب، وكلامنا لهم هو أنه عليهم أن يختاروا أبناء مناطقهم، أن يكون الذين يختارونه قوي أمين قادر على الدفاع عنهم، قادر على إيصال حقوقهم لهم. اليوم مجلس المحافظة مسؤول عن كافة التشريعات اللي تصدر، مصادقة الموازنة، توزيع المشاريع، ايضا تعيين مدراء الدوائر، تعيين المحافظ. اليوم نحتاج من اهالي بعقوبه ان يقفوا في هذه الانتخابات ويقولوا قولتهم. اليوم بعقوبه تقريبا اكثر من 700 الف نسمه تمثل عدد كبير اذا ما قرنت بقيه الاقضيه، فعلى اهل قضاء بعقوبه ان يقفوا ويقولوا قولتهم في هذه الانتخابات وانتخاب من يمثلهم. اليوم مع اعتزازي لمرشحي بقية الأقضية أثبتت أنه من خلال متابعتنا ومن خلال كلام جماهيرنا في قضاء بعقوبة أنه كل مرشح يعمل لقضائه ولمدينته. فاليوم أهل بعقوبة مطالبين بانتخاب أولاد منطقتهم ومن يمثلهم من قضاء بعقوبة. يعني حتى الأهالي يقول لك يعني كمستشفيات وعمرها أيضا صارها من السبعينات وغيرها.